مرحبا بك في خيبر ميل. عناوين اليوم: لا يزال ثلث باكستان مغمورة بالمياه مع بدء جهود الإغاثة. الصين تختبر الرصاص الفائق السرعة. لا يمكن لضحايا 11 سبتمبر الاستيلاء على أصول بنك أفغانستان. قاضي أمريكي: بايدن يطلب الموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان. طالبان تطلب من الولايات المتحدة إعادة مروحيات الجيش الأفغاني. الهند تدرس تقديم مساعدات لباكستان. الولايات المتحدة تدرب طيارين مقاتلين أفغان للانتشار في أوكرانيا. روسيا تواجه إخفاقات بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع. مزاعم أمريكية: حاملة الطائرات البريطانية تتعطل مرة أخرى. مراكز التسوق الألمانية تغلق السلالم المتحركة.